ايه يا حبيب عمتك؟ مرت 2000 فوق مع شمس. عب حكيم ما تقلقش، نايم مع بدر ونوح. يبقى جاي في حياتك يا حسن؟ شدي حالك يا ست فوزي. شد على الله يا بنتي، تعالي اقعدي. لا هقعد ايه، انا جاي اساعد يا حبيبتي، الناس جوا بتعمل كل حاجة، تعالي. لا أنا جاية المطبخ أساعد. عايزة مني حاجة يا ست زينب؟ لا مش عايزة حاجة. لو متضايقة مني امشي. أنت زعلانة عليها؟ أيوة زعلانة. عارفة ليه؟ ليه؟ عشان هي الوحيدة اللي خلتني أخد ولدي في حضني، لما كل صدق إن أنا أخدته من حضن أبوه وأهله. أنا جاي عشان أعمل الواجب، أنا مفيش جوايا حاجة لحد ولا عاوزة حاجة من حد. أنا جاي عشان خاطر ست جبرية. أيوة في يوم من الأيام أنا عشت جارها، أنا دخلت البيت الكبير وأنا عيلة صغيرة، مهما كانت قسوتها علي أنا عشت تحت جناحها. البيت اللي هي كانت صاحبته حماني من البرد والجوع. الواحد لازم يتعلم ما ينساش الحلو زي ما بيفتكر العفش. شد حيلك يا حسن، ادعي لها. بدعي لها من قلبي يا عمتي. يا ريتني كنت انا وهي بكيت. انا عارف انها ما استحملتش رميتها في السجن. مش مصدق اني مش هشوفها تاني، مش مصدق اني احسها خلاص راح من الدنيا. قدر ربنا ما نقدرش نقف قصاده. همك في مكان احسن من اللي احنا فيه 100 مره. هي محتاجه منك انك تدعي لها. اقول لك اعمل لها صدقة جارية على روحها عشان الناس تترحم عليها. شبري يا ربي ارحمها، مش عايزها تتعذب.
ولا تتكسر ولا تتبهدل في السن ده. شبرية طول عمرها نفسها عالية، عمرها ما اتكسرت لحد، وانت عارف كده كويس. لو كانت قعدت أكتر من كده في السجن كان ممكن تتجن. قول يا رب. يا رب يا رب. هستأذن أنا بقى يا مروان. لا تستأذن يا متر، أنت هتبيت النهارده هنا. لا معلش يا مروان اعذرني، أنا بكرة الصبح عندي محكمة. إيه هتمشي بليلك ده؟ إيه مجلة المطارح ولا إيه؟ يا سيدي معلش، سامحني المرة دي. اسمع الكلام اللي بقول لك عليه، أنت هتعشى وتنام. هتعشى إيه بس؟ مفيش لزوم للعشاء ده. أقول لك إيه، أنا دماغي هتطب. اسمع الكلام أمال. إعمل عشاء يا شمس. حاضر يا أخوي. يا سيدي أنا مش قادر أحط لقمة واحدة بس في بقي، أنا وافقت إن أنا بات علشان خاطر ما تزعلش. هو ده متر. ها يا حبيبتي، تروحي معايا ولا هتباتي هنا النهاردة؟ لا انا هروح، عايزه ابيت في بيت امي. ما تقولش حاجه يا فتحي عشان خاطر. خلاص يا شمس والله وغلاوتك عندي ما افتح بقي. يلا هطلع اجيب حاجه وارجع لك. اهو. طب يلا. هو ده فتحي. الله يرحمك يا امه ويحسن اليكي. الله يرحمك. استغربه كلامي مش كده؟ لا يا حبيبتي ابدا، بس هي دي الحقيقه. حاسه ان موته مش مقصر فيا، يمكن ده محسسني بالذنب، بس بحس اني جامده من ناحيتها. ما هو اللي حصل برضو كان صعب قوي. انتي بتلومي نفسك على ايه يا شهد؟ ما انا زيك، انا برضو انا اول ما سمعت بالخبر لقيتني واقفه في مكاني مش عارفه اتكلم ولا عارفه اقول ايه، مش حاسه باي حاجه ولا اتاثرت، وكل اللي جه عليا انه فضل شريط شغال في دماغي عمالة بفتكر جبرية عملت فيا ايه. خدنا ايه من اللي احنا عملناه يا جبرية؟ خدنا ايه يا اختي؟ في الاخر متي في حضني وعلى ايدي، محدش نفعنا ولا حتى عيالنا.